مصرف سوريا المركزي يقف حالياً أمام خيارات عديدة لحسم أمور مهمة تخص الاقتصاد السوري. الخبراء يكشفون عن إجراءات مهمة ستتخذ قريباً، فما القصة؟ مصادر اقتصادية سورية مطلعة كشفت في تصريحات صحفية التطورات في ملف الاقتصاد السوري، حيث قالت إن المصرف المركزي يقف أمام خيارات عديدة من أجل حسم الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وبحسب التصريحات، فإن المصرف بات على علم بأن الاستمرار في نهجه القديم في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا لن يؤدي إلا لمزيد من التداعيات السلبية والتي ستتفاقم بشكل واضح في الفترة المقبلة. وبحسب المصادر، فإن أسلوب المركزي المتبع في تثبيت سعر صرف الدولار بشكل وهمي كما حدث في الفترة الماضية إذا استمر سيؤدي إلى مزيد من التداعيات، وهو ما أدركه المركزي. أشارت المصادر المطلعة إلى أن مصرف سوريا المركزي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الاقتصادية يدرسان حالياً من اجتماعات مكثفة العديد من الخيارات المطروحة. وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان قريباً عن قرارات حاسمة وفي غاية الأهمية بالنسبة للسوريين ستصدر بعد الاتفاق عليها من خلال تلك الاجتماعات. وحول نوعية القرارات، فأشارت المصادر إلى أن المصرف المركزي واللجنة الاقتصادية سيتخذون قرارات تسهل عملية حركة الأموال في البلاد، كما أن هناك مباحثات من أجل إلغاء القيود المفروضة على حرية الحركة المالية والبضائع، حيث يناقشون حالياً منح الحرية لحركة الأموال سواء بالدولار أو بالليرة السورية. وبحسب المصادر، فإن تلك القرارات المتوقع اتخاذها ستفتح الباب أمام إمكانية أن يتم تخفيف القيود على التعامل بالدولار في سوريا وإلغاء قرار منع التعامل بغير الليرة السورية. ويرجع سبب تلك القرارات المفاجئة على نهج المصرف المركزي التقليدي لأنه وعلى ما يبدو بدأ القائمون على الملف الاقتصادي في البلاد بدأوا في الإقناع بأن النهج الحالي خاطئ ولا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا. لذا كان على المركزي أن يتخذ قرارات مهمة وسريعة ويحاول من خلالها تعديل النهج الحالي بالاعتماد على نهج اقتصادي جديد مختلف عن الأسلوب الذي كان يدير خلاله الملف الاقتصادي في البلاد. وحول موعد الإعلان عن تلك القرارات التي لطالما انتظرها السوريون، فأوضحت المصادر أنه من الممكن اتخاذها في الفترة القريبة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمسألة حرية حركة الأموال، نظراً لأن لها تأثيراً كبيراً على الوضع الاقتصادي في سوريا. أما القرارات التالية فمن المرجح أن تناقش مسألة التضخم وكيفية مكافحته، وأيضاً مسألة إمكانية طباعة أوراق نقدية جديدة من فئات جديدة بقيمة كبيرة، وكذلك مناقشة مسألة اتخاذ إجراءات وقرارات مهمة تتعلق بموضوع جذب الاستثمارات والمستثمرين العرب والأجانب لافتتاح مشاريع استثمارية كبرى في البلاد.